اهلا بيكم في حلقة جديدة من 60 شو. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن حالات كتير جدا قبل وبعد، اتكلمنا عن مغامرات عشتها في وسط عالم الخيل، عرفنا شوية معلومات اتمنى ان هي تكون فادت الناس، واتمنى اللي هتشوفوه النهاردة يكمل الافادة اللي احنا حصلت الحلقة اللي فاتت. يلا بينا نبتدي وندخل في الجد، ومكمل معانا مدام نيفين الجميلة اللي دايما بتطفي رقي وشياكة على الحلقات بتاعتنا، ودايما المشاهدين بيتمتعوا معاكي. يلا بينا نبتدي الحلقة. ردود فعلكم أبهرتنا الحلقة اللي فاتت، وأتمنى تكون تبهرنا برضو إن شاء الله الحلقة دي، ونكون على مستوى إن إحنا نفيد مجتمع الخيل في الوطن العربي كله، اللي هو مجتمع كبير جدا واللي هي ثروة قومية في كل الدول العربية. بالحلقتين دول كل شوية من حين لآخر هنعمل حلقات طبية بحتة زي دي، هنصور حالات برضو. أنا بقى طول ما أنا شغال بصور لكم عشان أوريكم قبل وبعد، أفيدك وأفيدني وفيدك وفيد الدنيا. ايه اللي انا شايفاه ده؟ ده اللي خارج من بطن، ده مش خارج من مناخيره، ده خارج من بطنه. انت عارف الخرطوم ده رايح لفين؟ ده ايه ده اساسا؟ الحصان ما يعرفش يرجع، فبندخل الخرطوم من مناخيره اخليه يبلعه عند المريء. لازم بقى ليها تريك كده، عارفه؟ تخليه يبلعه، مش انت اللي تزقه. انا بقوم يعني حاطط ان شاء الله في حلقه المغص هجيب لكم الكلام ده وانا بعمله لايف، هعلم الناس ازاي، اعلم الدكاتره. غير الدكاتره لو عملتوه والله هجيبكم. ماشي، فيبتدي الموضوع ده. تحط الخرطوم، تخلي الحصان يبلعه في الحته دي كده، لو ما بلعوش بينزل على الرئه. فانت بتعمل حاجه تخليه يبلع، تخليه يبلعه. انا بحطه جزء في بقي وجزء في الناحيه التانية جوه الحصان، وانفخ انفخ انفخ وانا داخل. النفخ ده بيخلي الحصان عنده احساس شويه بالبلع. اوصل عند الحته الحصان بيبلع، وهو بيبلع لازم ايديك تكون بتزق الخرطوم في نفس الوقت. عايزه سنس معين بيوصلك بعد ما تعمل الموضوع ده 200 مره، هيوصلك السنس ده. المهم بلعه، الموضوع ده لايف سيفنج مش هزار. الحصان ده اللي انت شايفاه ده كان في نادي سبورتنج، كان تعبان جدا. كنا في بطوله في كينجز رانش في اسكندريه، واللي هو برج العرب، وطلعت بعد على البطوله دي على قالوا لي في حصان تعبان جدا في نادي سبورتنج، روح له. فروحت له مغص برضه. مغص بقى كان عامل زي البالونه، ده اللي هو كان مغص، كان فانكشنال مش ميكانيكال. عارفه الفانكشنال اللي هو ما قلت لي غازات كتير قوي منعت البتاع، وكان طبعا المعده كانت هتنفجر، ضغط رهيبه جدا على المعده. المعده ليها قدره بعد كده تنفجر، انفجرت انتهت. دخلت بسرعه حطيت الخرطوم، فضيت له بقى. شايفه شلال نازل. ده ايه ده؟ المفروض اصلا الطبيعي ان انت تنزلي الميه دي في جردل وتقيسي الريفلكس. ده اسمه ريفلكس، بوزيتيف ريفلكس. اللي انت بوزيتيف ريفلكس يعني ايه؟ يعني انت دخلت الخرطوم طلع لك الميه اللي جوه من غير ما انت تحط ميه، فبنسميه حاجه اسمها بوزيتيف ريفلكس. تحسب منه قد ايه عشان تشوف المعده كان مدى هاو سيريس الحاله جوه. الامعاء مقفوله من الغازات والمعده اوفرلود عليها، الحصان بيموت تعبان جدا. اول ما دخلنا فضينا غازات، الفيديو سامعه، والميه طالعه كتير جدا. حاجه غريبه قوي. الحصان بعديها كانك اديته حياه، سبحان الله، ربك يعني اداله الحياه. وبعديها الحمد لله قعدنا على الالان وبحاليل عشان الديهايدريشن بتاعه خف الحمد لله، وبقى زي الفل. الحصان ده لغايه دلوقتي حي يرزق في نادي سبورت. حصان جميل، بوجه لك التحيه حبيبي. كان ليه في ديهايدريشن يا دكتور؟ لازم اول ما يحصل انترابشن للدوره الدمويه، الدوره الدمويه جوه ماشيه بطريقه معينه، جه حصل مغص، ستريس، حصل اي حاجه، الدوره الدمويه بتاعت الحصان بتهبط بتقع، فيبتدي يحصل للحصان دي هيدريشن، يحصل له جفاف. لو حصان حصل له جفاف الحصان كله بينتهي، شوت داون، بيحصل له شوت داون. طب لازم تعوض الجفاف بسرعه. الحاله اللي جايه دي الحقيقه كنت في القاهره هنا،
وخدت المواعيد بتاعتي يا ابو حميد من الاول للاخر، مواعيدي كلها مظبطه، وكان معايا نوران دكتوره بيطريه كانت بتشتغل معايا جميله، وهي مدربه دلوقتي في نادي بلاتينم، بوجه لها التحيه، من اجمل اللي اشتغلوا معايا مساعدين، ودكتوره بيطريه واعده. فالمهم ايه، انا خلاص كابتن كريم زهير في اسكندريه كلمني، يا دكتور انا عندي فرسه تعبانه بتموت، طب انا مش هقدر اجي يا كابتن كريم، ده انا عندي مش ه... قال لا لازم تيجي. فالمهم انا ايه، مدي مواعيد للناس، والناس عارفين مواعيدي يعني سيئه جدا، وساعات الناس بتستناني بيكونوا عاوزين يضربوني. فالمهم ايه، ودي حياه روح. فجيت عند البوابات كده خدت قرار، قلت اروح ولا ما اروحش، لقيت نوران قالت لي يلا يا دكتور احنا خدنا نطلع ننقذ الروح، وطلعت على الحلبه، على الحاله هناك، وده اللي انت شايفاه ده بقى جرد الميه، قعدنا نفض فيه بقى جوه الحصان واعمل لفاش. الفرسه دي كانت بتنزل الاكل من مناخيرها، يعني حصل لها ارتجاع. طب هتقول لي ازاي حصل ارتجاع يا ولد؟ ما تنسى بتقولي ما بيجيبش، مش سائل لي ان ما عندوش سنتر ترجيع، وما عندوش، وفي صمام بين المعده وبين المريء، الاكل داخل وان واي، طب ازاي حصل ارتجاع بقى يا ابو المفهوميه؟ هقول لك انت مش فاهم حاجه. ليه بقى؟ لان من كتر الضغط ربك كرم من عند ربنا ان الصمام ده فلت ورجع الاكل، لو ما كانش رجع كان الامعاء المعده انفجرت يا ابني، والمعده لو انفجرت هاتوا بقى من المقابر، انتهى الموضوع. فاهميني؟ ستر ربنا. فاما فضينا المعده ظبطنا الدنيا الحمد لله، الارتجاع فضلت قاعد مع الفرسه بقى ايه، بت معايا حتى، يعني انا نمت وانا طالع من عند الفرسه بالليل لقيتهم بيكلموني بعد ما طلعت الشارع في نادي سموحه، ارجع يا دكتور فاس تعبت تاني، قمت راجع تاني والله يا نيفين، وبت يوميها اوفر نايت مع الفرسه عشان اطمن عليها، وعملت لها تاني، والفرسه الحمد لله عدت، وهي لغايه النهارده حيه ترزق، وبوجه لها برضو التحيه. طب الكم ده يا دكتور اللي حضرتك نزلته وطلعته وانقذت بيها حياتها ونزل من بطنها، انت يعني بس لفت نظرك بتقول ايه، ونملى جرادل من اللي نازل طبعا ده بينزل ده كميه، ده ايه الكميه دي؟ يعني الكميه دي ممكن نقولها قد ايه؟ ما هي الكميه دي اللي كانت هتفجر، ما انا قلت لك الامعاء كميتها ايه؟ امعاء الحصان 38 متر شايله كلها حاجات جوه، يعني بيحصل ارتجاع من الامعاء على المعده، المعده بتنتفخ بشكل مبالغ فيه جدا، وغازات وما الى ذلك، حاجات كتير جدا فتنفجر. بصي بقى على الحاله دي، شايفه انا لابس ايه؟ ده ايه ده يا دكتور اللي حضرتك لابسه؟ شايفه البدله والبابيون والشغل اللي ايه ده؟ انا مش فاهمه. عمرك شفت حد ينزل يقلك كده؟ انا كده بقى بحب دايما خميس وجمعه بنزل بالبابيون والبدله يقلك فيه. طبعا هو حد يصدق انا بنزل خميس بس، ما بنزلش خميس وجمعه. الفكره يوميها بقى يا نيفين ايه اللي حصل؟ كنت انا في فرح محمد الششتاوي، ده اخو مرات الدكتور عمر 60 اخويا. الدكتوره نورين الششتاوي ده اخوها. فمحمد الششتاوي كان بالفرح بتاعه كان في التجمع، اظن كان في كيمبينسكي. وبعدين في الفرح الساعه 11 ونص وانا التليفونات شغاله، الحقني حصاني بيموت الحقني، وانا بقى الراجل يعني معزوم عنده وده فرحه، ويعني في علاقه، وممكن اخويا يزعل لو انا مشيت، وممكن محمد نفسه يزعل، وممكن بوالده يزعل، ممكن يعني ما تقدرش يا دكتور في حاجه زي كده تسيب وتقول عشان خاطر العيله، عشان قعدت بقى ايه، قعدت ربع ساعه اقول مش رايح، خلاص بقى ما هو ليها ربنا هينجدها، الله مش هو مش دكاتره غيري، مش هتقدر، مش رايح. 10 دقائق كمان، 5 دقائق كمان، وبعدين ببص لقيت نفسي في الباركنج راكب العربيه. ولا قلت لهم انا ماشي متوقع. ولا قلت انا طلعت من القاعه، ركبت العربيه، مشيت بالعربيه، مراتي بتكلمني بتقول لي انت فين، قلت لها انا في العربيه مشيت، قالت لي مشيت ازاي احنا مش معانا عربيه نروح، قلت لها يعني ده موضوع سهل، العيله كلها هناك حد هيوصلكوا الفيلا جنبكم، الموضوع سهل. تخيلي والله العظيم ده حصل، قالت لي انت ازاي، طب وانت مش، قلت لها هو كده. رحت على هناك، ده حصان برضو من احلى الخيل اللي موجوده في مصر، وهو حصان عايش دلوقتي حي يرزق برضو، وبيشارك في المباريات في الدرجه الاولى، ومن احلى الخيل في الدنيا. ايه حالته بقى يا دكتور؟ ده قصه بقى، زي ما انت شايفه خرطوم برضو ركبته له، وانزل واعمل، وهو ما بيفكش خالص. لجأت بقى ان انا اعمل معاه ايه، قمت جايب، لقيته بقى كان اتنفخ خالص، عامل زي بالونه كبيره، قمت جايب ابره وقمت داخل في الامعاء من بره، وقعدت افسيه كده زي العجله الكاوتش. الامعاء لما توصل ان هي بتنتفخ لدرجه جامده جدا
لازم بالونه بقى. انت خلاص الحصان هيموت منك وعملت معاه كل حاجه، فاقوم جايب كانيولا كبيره او ابره طويله واقوم داخل في الامعاء من بره عشان. بس طبعا دي ليها قصه كبيره، اوعى حد يعملها يا جماعه خالص، دي زي عمليه جراحيه. بعقم كويس جدا، بحلق الشعر، بعمل كل حاجه، والفيديو اللي جاي واحنا بنخرم فرسه فهوريه لكم. وهتشوفوا بقى كمان بعد ما الغاز اللي بيطلع ده غاز سام، فبقوم جايب الولاعه، مولع بالولاعه عشان تفضل النار شغاله، اعرف اذا كان الغاز ده شغال ولا لا، ما اقعدش اقعد احط. معلش يا دكتور، واحده واحده علينا. انت فعلا انت خدتني في عالم تاني خالص يا فندم، بس عالم ساحر وعايز افهم الفكره. لما احنا حطينا الابره، ايوه، فرغنا الهواء كله كانك بتفضي كاوتش بالظبط، فاتحه البلف وبتفضي كاوتش وبنفس القوه والسرعه. يعني الفكره بس اللي ممكن يحصل بريتونايتس، يحصل التهاب في الغشاء البريتوني ويحصل عدوى، فالحصان يموت بعد ما تعمل الموضوع ده. فعشان كده لازم واحد متخصص، وانا داخل بحقن مضاد حيوي وانا طالع بحقن مضاد حيوي عشان الحمد لله انا يعني عندي 6 خيل مخرومين وعايشين لغايه النهارده الحمد لله، بيشاركوا في البطولات، حيين يرزقوا، ما حصلهمش اي حاجه، صحتهم زي الفل، ما حصلهمش اي مشاكل تاني الحمد لله. بس تعملها صح. وعندي خيل تانيه اتخرمت وماتت، بس ما اتخرمتش بسبب، ما ماتتش بسبب الخرم، هي ماتت بسبب ان هي كانت هوبلس والخرم ما عملهاش حاجه، فاهماني؟ لكن الحمد لله ما عندناش حاله انفكشن ولا بيتونايتس من اي خرام حصلت، او اي ثقوب، بلاش كلمه خرم، نقول ثقب، بتثقب الامعاء من الخارج باستخدام ابره تفضي كل الغاز اللي موجود جوه. بحط الولاعه. كنت بتولع علشان بتعمل تست الحاجه ايه؟ الغاز اللي بيطلع من جوه ده غاز سام، غازات سامه شديده السميه، وسريعه الاشتعال جدا. طول ما هي مولعه يبقى في غازات، في غاز طالع. اول ما تبطل شيليه بقى خلاص. بس تشيله بالطريقه المعينه، بالاسلوب المعين، كل حاجه يا جماعه دي صنعه وده علم، ولازم تبقى انت عندك العلم ده. انا اما بنام بالليل يا نيفين بخاف من حاجتين. خير. أول حاجة البكتيريا. البكتيريا دي عقدة حياتي. يعني قد إيه إن الحصان لو دخل فيه حتة بكتيريا في حتة معينة بقوة، وحصان غالي جدا وفلوسه عاملة إزاي وبتاع، راح في ثانية. فأنا بخاف جدا من البكتيريا. طبعا الفيديو بتاع الثقب ده كان في حصان تاني. لكن الحصان ده اما عملنا له ثقب ما صورناش، كنا الحقيقه كانت الوقت بقى كان داخل 5 الفجر، الحصان بيقع مننا نيفين، صاحبه خلاص انهار طبعا. فضيت الحصان كله، كل البالونه دي نزلت كده، وقمت حاطه في البوكس وقلت له بقى سيبه، اذا ربك شاء هيعيش وهيكمل على خير، لان الحصان ارتاح بقى، قام عامل كده علامات راحه وبدا كده يكون مرتاح. فقلت له سيبه بقى. راح دخل بقى بتاع، صحينا الصبح لانك عاوز ياكلنا كلنا، مبسوط جدا وجميل ورجع زي الفل. هي حاجه جميله قوي. وبعدين السرعه كمان بتاعت يعني الاستجابه للعلاج بتيجي سريعه قوي، ده اللي انا لاحظه من في الحالات دي. هو ربك بيجبر خاطرنا، وربك كبير قوي. يعني ياما قابلنا حالات يا جماعه العلم ما يقدرش يعمل معاها حاجه، والله العظيم ما بايديا ولا بايد غيري. علم لا ما ينفعش تعمل معاها حاجه، ومع ذلك ربك كان بيكرم، والحالات بتعدي والخيل بتقوم واعجاز وتملي. بقول الدكتور يا جماعه اللي ربنا بيرزقه يكون سبب من اسباب الشفاء، ما تتغرش، عشان لو اتغريت هتروح في داهيه. انا كنت وصلت لموضوع الغرور ده يا نيفين. فعلا؟ والله العظيم كنت غريت جدا جدا، لدرجه ان انا كنت فاهم ان انا اللي يعني استغفر الله العظيم يا رب ان انت اللي بتحيي الحيوانات، لان كنت اروح اشوف اي حاله تخف اعالجها تخف، كله بامر ربنا. بس انا كنت جالي ربنا قال لي بقى انت شايف نفسك جامد؟ قلت له يا رب يعني تعالى لي بقى. 3 شهور نايم ما بقومش، وحكيتها قبل كده 6 7 مرات الموضوع ده، 3 شهور نايم. فقدت فلوسي وحالاتي وزبايني وصحتي وكل حاجه، عشان تفهم ان انت سبب، مش انت اللي بتعمل الموضوع ده. نطلع فاصل ونكمل معاكم فيديوهاتنا النهارده، وحلقه مشوقه وجميله وكلها حالات، ونفضي ونولع نار ونثقب امعاء ونعمل خراطيم، ويلا بينا. دكتور حاتم، في حاجه عملت ضجه على السوشيال ميديا، وانا فعلا عايز اعرف ايه حكايتها دي، عن حاله بتاعت شخص مش بس عادي، شخص غلبان جدا جدا،
وحضرتك نزلت عشان تنقذ الحصان بتاعه الساعة 3 الفجر. ايه الحالة دي؟ وازاي حضرتك توصلت لها؟ وازاي عرفت بيها؟ واحساسك الجميل اللي نزلك ليها، وايه اللي لقيته؟ وازاي انقذتها؟ والحصان كان احساسه ايه؟ والراجل الغلبان ده اللي ما كانش يحلم ان حصانه حد يبعت له ربنا طبيب زي حضرتك. لا هو الراجل ده مش غلبان. انا مش الراجل ده وحش قوي، انت بس فعلا؟ انت فاهمه الروايه غلط، الفكره انا هقول لك، بس هقول لك الموضوع ده، ما هو ناس كتير زيك خدوا الموضوع من القشره ولم ينظروا الى الباطن. انا كنت الساعه 3 الفجر نايم على السرير خلاص، داخل بعد يوم مجهد جدا وبنام زي اي انسان طبيعي، خلصت يومي ومش قادر، وكنت في الاسطبلات طول اليوم ومتبهدل. لقيت اللي بفتح السوشيال ميديا عندي صفحتي الدكتور حاتم 60 على الفيسبوك، لقيت واحد بعت لي رساله بيقول لي يا دكتور في حصان مرمي في الكربة على الارض والناس مش عارفه تعمل ايه وبيحاولوا يقوموه وبيقع على الارض، حصان مصر الجديده هو حتى الهاشتاج نزل اسمه حصان مصر الجديده، فوقع على الارض ومش قادرين ومش عارف ايه. فانا ما اعرفش مين ده الحقيقه، وبيني وبينك انا شخصيه معروفه الى حد ما، فممكن يكون حد مترصد لك، حد عامل لك كمين، حد بيحبك قوي وعاوز يوجب معاك. ايه اللي خلاك بقى اتنبهت او المهم قلت لمراتي كانت جنبي، قلت لها بقول لك ايه انا نازل اشوف الحصان ده، قالت لي انت بتهرج، انت ما تعرفش دول مين، نام 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 نام، وهي نامت افتكرتني يعني بهزر. خدت هدومي وقمت نازل، قلت للناس للولد ده ابعت لي نمره حد هناك، بعت لي نمره واحد اسمه قبطان، قبطان ميدو. ميدو ده متجوز واحده روسيه اسمها ايلينا، وهما الاثنين عاملين صفحه على السوشيال ميديا كده مشهوره شويه. فميدو كلمني، قلت له يا ميدو بعت لي اللوكيشن، فميدو بعت لي اللوكيشن، فقمت انا باعت اللوكيشن ده لواحد صاحبي، قلت له خلي بالك انا رايح مكان معرفوش عند ناس معرفهمش، لو اتخطفت ادي نمره الراجل وادي اللوكيشن عشان لو ما سمعتش عني فتره بلغ البوليس. وخدت ايه، اعتزمت على الله وقمت رحت على هناك. رحت لقيت حصان مرمي ممدد في الارض، صاحبه القليل الربايه قعد يضرب فيه على دماغه لغايه اما الحصان وقع على الارض، عمل له شرخ في الجمجمه، بهدل الحصان بهدله لا تتخيليها، ولما الحصان وقع حاول يقومه ما عرفش طلع يجري. رحت بقى يا جماعه لقيت مصر، جمهوريه مصر العربيه، اجمل ناس كله حوالين الحصان، كله حوالين الحصان. ايه ده، انا لقيت ناس فاتحين الشبابيك بتوعهم وقاعدين طالعين بالبلكونات، وستات تحت 3:30 بالليل، ستات وبنات واطفال وشباب وعواجيز كله قاعد على الحصان بينقذه. في الحالات اللي زي دي اول حاجه تعملها ايه؟ تمنع الفتي. فانا رحت يا دكتور اصل انا شايف البتاع ده بيقوم بيعمل أبس ولا صوت. والحقيقة الناس اللي كانوا موجودين ناس مبهرة، أمين شرطة وظابط وكل الناس بقولك قاعدين تحت رجل الحصان، والله العظيم كان في طين في الأرض، شوفوا منظري صورتي كل طين من فوق لتحت. وأنا معرفش الحصان ده كان هيعدي على فكرة، ده ستر من عند ربنا، حالته كانت خطر جدا. إيه حالته بقى كانت إيه؟ وقعت الأرض، أديله الدنيا. وطبعا رحت، حتى أنا هقولك لقيت مصر ليه، راجل عجوز والله ما قادر يمشي، اقسم بالله ما قادر يمشي، جاي لي على العربيه بيقول لي اشيل معاك يا ابني، قلت له تشيل ايه يا حاج؟ تشيل ايه يا حاج؟ احترمته قد ايه؟ طبعا البني ادم مش قادر يمشي ونازل هو يشيل المعدات عشان الحصان، عشان ينقذ الحصان. الولد صغير اديته فلوس راح الصيدليه يشتري محاليه، كان ممكن ياخد الفلوس ويهرب، مش انت بتقول لي مصر بتاع؟ مصر بتقول لي ما فيهاش امانه، امانه الدنيا وادب الدنيا الناس. خد الحاجه وراح جاب لي محاليل وجه، ما فيش حاجه تجبره ويرجع غير قلبه، مش حاجه تانية ولا حد بيصور ولا حاجه، لو انت شفتي الصور اللي موجوده ضعيفه جدا. المهم اقوم الحصان ما يقومش، نشيله مع بعض، وطبعا مجهود جامد جدا، الرجاله يلا يا رجاله شيله، يشيل هوب هوب الحصان، نشيل العرق، ما هو الحصان لما يرقد على الارض لازم يقوم، لو ما قامش الحصان يموت. تقول لي ايه ده يا دكتور، هو انت بتقول علم جديد؟ لا يا فندم، انا بقول لحضرتك ان الحصان عاده، الحصان اللي بيقومش او بيفقد القدره انه يقوم، الحصان ده غالبا بيموت، فانت لازم كدكتور انت تساعده انه يقوم في اقرب فرصه. يعني ده عشان كحاله وصل لمرحله ان هو كان وصل لمرحله ان هو هيموت، فهيموت. لان الحصان مش اي حاجه تقومه، انت نايمه يعني، الحصان ما بينامش، يعني دي دلاله على انه خلاص يعني الحصان بينام بعد ما يكون في حاجه ميجور، حاجه مصيبه،
لان الحصان حتى انت عارفه بينام وهو واقف. المهم جت واحده من جمعيه رعايه الحيوان ودخلت علينا: يا جماعه احنا عايزين ناخد الحصان ومش عارف. يا بنتي احنا بنعالجه. لا انا عندي مش يا جماعه انا الدكتور حاتم 60 دكتور الاتحاد الفروسيه، الدكتور اللي بتاع يعني كنت دكتور منتخب مصر وبعالج خلع 12 سنه في اعلى ليفل. وعملت دربكه كده شويه، بس هي كانت بتعمل من قلبها برضو حبها، عاوزه يعني خايفه على الحصان، بس كان اختيار سيء للكلام في هذا الموضوع. احنا وتعطيل. قالت لي برهان لو قام. قلت لها برهان ايه، احنا بنراهن على الروح. المهم الناس هدوها وبعدوها وانا مع الحصان، وطبعا بقى الضغط بقى عالي وبدات الهمهمه. قومنا تاني الحصان نشيل الخشبه من تحتيه، عشان يوم كنت برفعه بخشبه، ونقوم شايلين الخشبه بعد ما يلمس رجليه، نشيل الخشبه يوم وقع تاني. طب هل انت كنت حضرتك اشتغلت في المشكله بتاعته وبعدين بتحاول تقومه، ولا كنت طبعا يعني بعد الشغل لا شغل شغل وعملت اكس راي على الدماغ. طب ما تحكي لنا. لا عملت اكس راي، قصه بقى قصه يعني، ده انا بكلمك بهدله وتعب. وبعدين النور كان طلع بتاع الصبح كمان علينا خلاص. ونشيل الخشبه، يلا يا رجاله سيبه، نسيب يوم الحصان واقع. ده كان كل ده من سبب ان صاحبه ضربه على راسه. ضربه على راسه جامد وشرخه، عمل له شرخ في جمجمه. بهدله. الحصان كمان عنده بقى مال نيوتريشن وضعيف وبتاع. انا اديته حاجات كتير قوي يعني، اديته يوميها حاجات كتير، بس اهمهم ان انا خليت الاعصاب تمسك نفسها تاني والحصان يقف. فالمهم ثالث مره يا احمد حطينا الخشبه، شد الخشبه، الحصان رجليه على الارض الاربعه. الله بقى عينيك ما تشوف الا النور. الناس شالوني على كتافهم: يا دكتور يا دكتور، وتسقيف والشرطه وامين شرطه كان فيه محترمه واحضان. وانا بقى كل طين اصلا، اللي جاي يحضن فيا ده انا مش عارف بيحضن فيا ليه، بقول لك طين طين يعني. والله العظيم حاله لوحه كده لجمهوريه مصر العربيه. القلب والجمال وقد ايه كل الناس دي صاحي عشان حصان وعندهم شغل الصبح، صاحيين عشان روح غلبانه. ولا الظابط بقى وزاره الداخليه، الله عليك يا داخليتي يا احلى داخليه في الدنيا. ايه بقى؟ وزارة الداخلية عملوا ايه؟ الظباط واقفين إيه؟ اول ما الحصان قام صاحب الحصان ظهر، جالنا بقى يقول لنا هذا حصاني. ده جبته ولا لا؟ الظابط خده كده قال له: اقسم بالله لو اخر يوم ليا في الحياة في الشغلانة دي ما هدي لك الحصان. برافو عليك. حاجة انسانية بدون اي، بصي هو بيكلمه من وجهة نظر الحصان. خلي بالك انا شفته مع رجالة الشرطة بتوع مصر حاجات في الإنسانية يعني، إنقاذ النسناس لما قلبوا البلد عشان ينقذوا النسناس، اللي حيوان ده، حاجات كده عشتها مع الشرطة. أحلى تحية لشرطة جمهورية مصر العربية المحترمين، الضباط بتوعنا وأمناء الشرطة اللي والعساكر اللي بيقفوا ليل نهار عشان يحموا البلد وياخدوا بالهم منها. شفت عندهم أما قلبوا البلد عشان ينقذوا النسناس، شفت عندهم لما الحصان ده، شفت أمين الشرطة اللي ما حدش هيديله مرتب زيادة والله لو شال معايا الحصان أو ما شالوش، ومحدش هيقول له انت شلته ليه ما شلتوش. قعد على الارض وسط الطين مع الحصان عشان يشيله. الظابط منع الراجل ان هو ياخده، وخد الظابط خد الراجل يحاسبه عشان الحصان صعب عليه، عشان حصان، وسلموا الحصان لجمعيه الرفق بالحيوان وليس لهذا الرجل. خلصنا الحالات، استمتعنا مع بعض على مدار حلقتين بحالات جميله جدا وممتعه، قصه كفاح، مغامرات في الخيل. رأيك إيه يا مدام نيفين على اللي شفتيه؟ يعني أنا شايفة قدامي ما شاء الله طبيب متمكن، لدرجة إن في بعض الحاجات أنا حتى سألتك يا دكتور هو ده أنت اللي عامله؟ لأن شايفة حاجات مش 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 يعني من ورا العقل. هل كل الأطباء البيطريين المتخصصين كل في مجاله، هل بيبقى عندهم كم الباشن وكم العشق للعمل وكم الحرفية في العمل؟ أنا بحس أني بتفرج على فنان مش بس على طبيب. هل دي حاجة مشتركة ولا دي حاجة؟ طبعا مشتركة، والدكتور البيطري المصري من أحسن الدكاترة البيطريين في العالم، لأنه موهوب بالفطرة. أنا بقولك بصراحة كل الدكاترة البيطريين، أنا أعرف دكاترة بيطريين في مجال البيتس والدواجن والله بأقل إمكانيات يتكلم مع الحيوان، كل الدكاترة البيطريين في مصر. بس هم ناقصهم ايه؟ هم عايزين حد ياخد ايديهم يا نيفين، حد يديهم الفرصة يتعلموا، حد يعلمهم مظبوط، مش يعلمهم بطريقة غير مظبوطة، يعلمهم. وهو ده ان شاء الله. انا داخل انتخابات النقابة على فكرة يا نيفين، التوفيق ان شاء الله. اللي هتبقى في شهر 3 ان شاء الله، نقابة اطباء البيطريين. انا داخل عشان حاجة واحدة، ملف واحد بس، مش عايز حاجة تانية منه.
وعايز اسال فيه، يعني انا عايز اما ترشح ان شاء الله ولو كسبت وربنا قدرني واديتوني الثقه بتاعتكم اسالني يا ابني فيه، قول لي انت عملت لنا ايه؟ هقول لك انا عملت لك ايه؟ هو ملف التعليم. انا عايز الدكتور البيطري اللي بيتخرج من هنا عنده دورات على اعلى مستوى سيرتيفايد، ولسه السيرتيفيكيشن ده هنتكلم فيه. انا عاوز نبقى معترف بينا من بره، انا عاوز نبقى الجامعه بتاعتنا معترف بيها من بره، اطلع اشتغل بالشهاده بتاعتي، المناهج تحدث، يجي لنا مناهج محترمه اقوى من كده. الكلام ده كله لازم يتغير يا جماعه، وهيتغير ان شاء الله. انا مش هسيبه لما يتغير، لان في الاخر انا اتبهدلت عشان اتعلمت، سفيت تراب الارض عشان اتعلم، سافرت هنا ومشيت ورا ده واتعلمت من ده، ومحدش عرف، محدش رضى يعلمني من الكبار بتوع مصر، وللاسف ما لقيتش العلم في مصر، سافرت خدته من بره. بس احنا هنغير الكلام ده، وهحرص ان انا ما يحصلش فيا، ما يحصلش في حد اللي حصل فيا. بالعكس، هتطلع تلاقي معلومه ان شاء الله، هتطلع تلاقي واحد ياخدك بايدك، هتطلع تلاقي علم كبير. نيفين، احنا خلصنا حلقه النهارده، و للاسف، مع الاسف، لانها ممتعه الحقيقه. يعني انت استمتعتي في الحلقه؟ قوي. يعني انا مش قادره اقول، انت عارفه ان احلى احساس في الدنيا ايه؟ ايه؟ لما الحته دي رومانسيه شويه، وممكن تفتكرني هقلب على سعاد حسني في الاخر، بس الموضوع مش سعاد حسني خالص يا جماعه، والله العظيم ولا في اي رومانسيه، الله يرحمها. الموضوع ببساطه ان انقاذ الارواح ده له بهجه وله سعاده. انا بتكلم من قلبي قوي يا نيفين، والله له بهجه وسعاده مش هيحسها غير الدكتور. دكتور سواء بشري او بيطري او الممرض او الممرضه، احساس ان انت تشيل الالم عن روح بتتعذب، احساس عمرك ما هتتخيل جماله، عمرك ما هتعرف الاحساس ده الا لما تجربه وتكون نيتك صافيه يا ابني، ما تكونش انت واخد الموضوع ده سبوبه واكل عيش، لا، ده الموضوع ده موضوع راقي قوي، الموضوع ده راقي قوي يا نيفين، الموضوع ده راقي قوي وبيوند كده، حاجه من الاخر، قمه الرقي. انا مش متخيله ان ممكن حد يمارسه لمجرد، وهو بيمارسه، انا بتكلم في مع الحاله، ان هي فلوس باخدها. طبعا طبعا بيمارسوه، يعني في ناس بيزنس، بس في ناس واخدين الموضوع ده لا بيحب الحيوان اللي بيعالجه ولا اي حاجه، بيزنس بس. والناس دي بقول لهم سيبوا طب بيطري، سيبوه للدكاتره اللي بيحبوا الحيوانات، سيبوه للدكاتره اللي عندهم ضمير، سيبوه للناس اللي واخدين بالهم على الحيوانات زي ما بياخد باله على اولاده. هم دول الدكاتره اللي انت تثق فيهم. واي دكتور بيطري مش هيحترم مهنته اللي هي اشرف مهنه واجل مهنه في التاريخ، صدقني انت نزلت من نظري ونزلت من نظر كل الناس اللي معاك، انت مهنتك شرف وانت شرف، والدكتور البيطري المصري من اذكى الدكاتره البيطريين في العالم. يلا بينا نطلع على معمل تحاليل بيطريه ليبتوفيت، من احسن المعامل البيطريه المتخصصه في مصر، مع الدكتور احمد سمير، استاذ الدكتور احمد سمير، والاستاذ الدكتور في قسم الميكروبيولوجي في جامعه القاهره كليه الطب البيطري. عامل معمل خطير بمعدات جميله، بستاف هايل، بنتائج تحفه. ما تيجي نروح نتفرج كده وناخد رايكم بعد الحلقه. باي باي. وصلنا جاردن سيتي 8 شارع ابراهيم نجيب برج الصباح، عند معمل ليبتوفيت، المعمل البيطري الوحيد المتخصص في مصر الى الان. يعني ايه معمل بيطري متخصص؟
يعني حضرتك المعامل دايما بيعملوا ايه؟ ياخد بيبقى معمل تحاليل بشري وممكن يفتح قسم للحيوانات، لكن ما عندناش فكره ان في عندنا معمل كامل مخصوص عشان الحيوان بس. طب هتقول لي ما في عيادات، اقول لك ايوه يا فندم، في بعض العيادات بيبقى عندها اجهزه بتشتغل عليها، بس هل هيطلعوا نفس النتيجه اللي احنا هنشوفها هنا؟ مفيش. اولا مؤسس هذا المعمل هو الاستاذ الدكتور احمد سمير، الاستاذ في قسم الميكروبيولوجي في جامعه القاهره، وهو احد العلماء في هذا القسم من زمان جدا. انا عن نفسي على مدار تاريخي في علاج الخيل ما شفتش حد اتعامل معايا في الحالات بتاعتي بطريقه بروفيشنال ونتائج مظبوطه، وساعدنا ان احنا ننقذ حيوانات كتير جدا، خيل كتير جدا بالنسبه لي تم انقاذها عن طريق التحاليل اللي الدكتور احمد سمير كان بيعملها في المعمل بتاعه، وده طبعا حاجه قليله جدا قصاد اللي بيعمله. وطبعا احنا زي ما انا بقول تملي البلد دي لو فضلنا كلنا نركز على النماذج الحلوه زي الدكتور احمد والنماذج الكويسه اللي بتعمل حاجه جديده عشان تطور السيستم اللي اوريدي كان عطلان، بصراحه البلد دي هتروح في حته ما راحتهاش قبل كده. اتمنى كل واحد يعمل في مجاله اللي هنسمعه النهارده. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك، منورنا والله. ربنا يخليك يا دكتور. طبعا تاريخ حضرتك في عالم التحاليل البيطريه تاريخ مشرف جدا. ممكن اغلب الدكاتره البيطريين يعرفوا مين الاستاذ الدكتور احمد سمير، بس المشاهدين عاوزين نقول لهم نبذه عن الدكتور احمد سمير ومعمل ليبتوفيت. بدا ازاي؟ ايه فكره المعمل؟ صعب جدا حد ياخد ريسك يا دكتور يقوم فاتح معمل بيطري بس. طبعا احنا يعني في الاخر اللي انت معتمد على كثافه الاعداد. طبعا فلما تفتح معمل وبهذه الشياكه والجمال اللي احنا شايفينه ده وما يجيلكش الكيز لود العالي ممكن يحصل خساره. طبعا. فحضرتك ازاي ابدعت وعملت الفكره ديت وفي نفس الوقت حولتها لمشروع ناجح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا انا اسمي احمد سمير، استاذ في كليه الطب البيطري جامعه القاهره في قسم الميكروبيولوجي. الحقيقه قسم الميكروبيولوجي هو قسم يعتبر قسم التحاليل، حتى القانون بتاع وزاره الصحه بيدينا الحق كبيطريين ان نفتح معمل بشري ونرخص معمل بشري طالما التخصص بتاعنا مايكروبيولوجي او بايوكيمستري. والحقيقه في الزمان يعني انا معايا الترخيص ده وكنت باخد الترخيص يقول لي تحاليل مايكروبيولوجيا بيطريه، اقوم رافع قضيه بحيث ان انا احوله الى معمل بشري او تراخيص معمل بشري. انا اشتغلت حوالي 10 سنين في من بعد تخرجي بجانب دراستي وبجانب التسلسل الوظيفي بتاعي في الكليه في معمل بشري. بس الحقيقه انا خريج طب بيطري وانا عايز اشتغل في مجالي، وانا مش هاوي ان انا يعني اتعامل مع الحيوان مباشره بان انا اعالجه. يعني دي بتبقى حضرتك عارف دي مواهب. يعني حضرتك موهبتك في الخيل، انت حضرتك مش دكتور خيل، انت حضرتك موهوب في الخيل. دايما تملي نقول للناس الموضوع ده مش فاهمينه. لا ده مهم. وبرده مش دكتور بس، سايس التعامل اي حد لازم عنده موهبه مع الحيوان بتاعه عشان ينجح. بالظبط. فانا مش موهوب في الحته دي، لكن انا بحب شغل التحاليل وبحب شغل البنش اللي حضرتك شايفه وبحب شغل العينات. فعلا بيستهويك يا دكتور. هو شغلتي ببقى في قمه السعاده لما مطلع مثلا كلتشر بكتيريا وبعمل لها تصنيف. لحسن الحظ طبعا ان يعني ربنا كرمني برحمه الله عليه استاذي الدكتور عصام حاتم وداني في النمرو دي اللي هي البحريه الامريكيه، وجاب لي مشرف من هناك في الماجستير والدكتوراه. الحقيقه اتعلمت هناك حاجه مهمه جدا اللي هو الستاندردايزيشن. احنا ممكن نشتغل، انت ممكن حضرتك تودي العينه لثلاث معامل تلاقي ثلاث نتائج مختلفه. مظبوط. الحقيقه ان الثلاثه اشتغلوا بس كل واحد اشتغل بعلامه وبثقافته. مظبوط. واللي اتعلمه والباك جراوند بتاعه. لكن هل اشتغلنا بطرق ستاندردايزد؟ هل اشتغلنا بحاجه اسمها اس او بي اللي هي الستاندرد اوبريتنج بروسيجرز؟ لا، احنا ما عندناش الثقافه دي لان مش معلومه. يعني انا زي ما بقول وده ثقافه ولا علم؟
هو علم موجود في الكتب ماشي، بس عشان تبقى فيه ممارسة دي ثقافة. زي واحد بالظبط راكب عربية حلوة جدا بس بيرمي إزازة المية في الشارع. صح 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 صح، دي ثقافة مظبوط، يعني مش علم يعني. فالفكرة ايه؟ الفكرة ان انا احب التخصص. المهم كان قدامي ان انا افتح معمل بشري، بس الحقيقة ودلوقتي النقابة عملت شغل جامد جدا في موضوع ان انت ما ترفعش قضية، يعني مجرد ما تاخد دبلومه او ماستر او كذا في الميكروبيولوجي او البايوكيمستري ممكن تفتح معمل بشري بسهوله. بس في كم معمل بشري في مصر؟ كتير جدا، سواء كبير اسامي او سواء صغير. مظبوط. طب في كم معمل بيطري في مصر؟ مفيش. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان في بعض العيادات او بعض المراكز الطبيه البيطريه عندها اجهزه تحاليل، بس هنا انا متخصص في تحاليل بس. ليه أنا أحلل عند حضرتك المرض معين وما حللوش في عمل بشري؟ لا، في فرق كبير جدا جدا. أيوة جدا. أيوة أنا نفسي تبلغ الناس يا فندم، لأن هم مش فاهمين هذا الفرق. لا لا لا، في فرق كبير جدا، فرق كبير. أولا في الـ الأجهزة، ثانيا في التقنيات اللي بنشتغل بيها. بمعنى إيه؟ حضرتك مثلا عايز تحلل هرمون معين، متعارف ان الهرمون ده بيشتغل بنشتغل التحليل بتاعه باختبار اسمه الإلايزا. اوكي. الإلايزا الالف ب بتاعها حاجه اسمها الكونجوجيت، الناس المتخصصه فاهمه. ايوه. الكونجوجيت ده اللي هو انتي سبيشيز. انتي سبيشيز يعني ايه؟ يعني لو انا بشتغل في من عينه جايه من دم بني ادم لازم يبقى فيه انتي هيومن. هو ده اللي بيتحط. لو بشتغل من قطه بشتغل بانتي كات. لو بشتغل من كلب بشتغل بانتي دوج. بشتغل بحصان بشتغل بأندي هورس. فبيطلعوا نتائج غلط أكيد. فبالتالي المعامل البشرية مش جايبة الكيتس دي، مش هتطلع نتيجة أصلا. إزاي تطلع؟ مش هيطلع. أو هيشتغل على كيت غلط. هيشتغل بقى هتلاقي حاجات وأرقام كبيرة جدا غريبة جدا. أنا عملت تحليل لحصان عايش زي الفل جميل، الراجل عاوز يطمن عليه بس، يعني لقيت ان العلامات بتاع التحليل بتقول ان هو عنده سرطان، يعني ليوكيميا. طبعا فاستغربت جدا. مع طبعا ديت من اللي حضرتك بتقوله ان مفيش تخصص، مفيش حد عنده الكريتيريا بتاعت البيطريه والاجهزه المخصوصه البيطريه عشان يطلع لنا احنا نتيجه ننقذ بيها الروح. مع حضرتك بتساعدنا. ما هي القصه بقى مش اجهزه بس. القصه كمان البيرسونال اللي بتشتغل. الله. بمعنى ايه؟ انا عندي في المعمل كل اللي شغالين معايا بيطريين طالعين عارفين يعني ايه طبيعه النسيج اللي جاي من اصل حيواني. الدم اللي جاي من اصل حيواني. انت حضرتك بتقول دلوقتي لو وديت معمل بشري، طيب انت لو وديت معمل بشري هتقول له دي عينه كلب. قدامه حاجه من الاثنين، يا يقبلها يا يرفضها. معامل كتيره بترفض. مظبوط. لكن في معامل كتيره بتقبل. مظبوط. طيب لو هو رفض بضطر ان انا كاونر او صاحب حاله بقول له ايه العينه دي باسم ايه؟ احمد محمد. يقوم هو عامل ال 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 مظبوط يا فندم. ده بيحصل. كنا بنعمل كده. ما انا بصراحه فهو بص لايه يحصل ايه؟ هيلاقي ان رقم مثلا الكرات الدم الحمراء طالعه 8 مليون. 8 مليون دي في الحصان ده طبيعي. طبيعي. لكن في البني ادم ده شيء، ده حاجه يعني احنا الطبيعي لحد 5 مليون. حصلت مره الراجل راح ودوا له عينات بتاعت حصان في المعمل، فالمهم رايحين يستلموا النتيجه قال لهم لا في حاجه غلط. قالوا يا عم هتبلغ ليه؟ قال لهم لا دي مش نتيجه بني ادم. هو الراجل ده فين؟ عايز اشوفه. قلنا له بس ده مريض، ده قاعد في السرير تعبان. الناس اللي بيعملوا كده الحمد لله انا ما بعملش الكلام ده، ورافض فكره ان انا اتعامل مع معمل غير بيطري. انا رافض الموضوع ده لان قابلت الموضوع. بس الناس اصحاب الحيوانات زي ما الدكتور احمد بيقول ساعات بيتزنقوا، فقال له لا انا هجيب المريض. فقال له اجيب لك مريض اجيب لك الحصان يعني. فالمهم كلمه من هنا كلمه من هنا التاني بقى مش عارف ده حصان. فقال له لا 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 انا هتصل بالبوليس، ده الراجل ده في حاجه غلط، ده سوبر ناتش مش طبيعي. ايوه صح، ما هو ده حقيقي. ففي الاخر الفلوس اتدفعت بتاعت البتاع وما خدوش النتيجه ومش عارف يرجع عليه يقول له حاجه. فاهم؟ لان الراجل قال له انت حصان، قال له انت بتستهزر بقى. لان هو ما ده دكتور يعني عنده ضمير. في بعض الناس بقى يقول ايه؟ طب ما انا احط النتيجه بقى على حسب ما هي طالعه.
انا اشتغلتها مره واثنين وثلاثه وطلع نفس الرقم. دكتور الكلام ده مهم قوي للدكاتره. طبعا حضرتك مش متخيل واصحاب الحيوانات ومعانا كمان المخرج بتاعنا استاذ شاكر يعني بيربي كلاب كتير وبيروح يحلل عند معامل بشري انا شايفه. لا خلاص بقول ممنوع معامل بشري. لا هي دي الحقيقه. اصل انا بتكلم ما تزعلوش مننا يا جماعه البشر بشر والحيوانات حيوانات. ما هو طبعا ما انا هقول لحضرتك على حاجه. انا لما باخد تراخيص المعمل البشري برضو في وزاره الصحه بيقولوا لي لا انت لازم تكتب طبيب بيطري او لازم تكتب طه به او لازم تعمل معرفش ايه. فبضطر ان انا احاول بقى اداري على الموضوع. ما هي برضو ما هو حق هو شايف ان هو حقه انت بيطري ما تفتحش معمل بشري. فبس انا يعني خلاص انا مش عايز بقى الكلام ده فبالتالي عملت التخصص. هقول لحضرتك حاجه كمان. حتى في التحاليل البيطريه المتخصصه في تخصص. يعني انا بقول لحضرتك انا استاذ مايكروبيولوجي. مايكروبيولوجي اللي هو بتاع المزارع البكتيريه. بتجيب لي عينه بقول لك الميكروب فيها ايه والمضاد الحيوي اللي يمشي. ده حضرتك انقذتني مره حصان كان عنده الحصان قاعد بينهج ومحدش فاهم عنده ايه وبعدين مفيش اي اعراض باين عليه غير حاجه غريبه. فكلمت الدكتور احمد سمير الحقيقه وبعت لي النيزل سواب وعملنا خدنا مسحه من المناخير وطلع لي المزرعه مظبوطه 100% وعرفنا نوع البكتيريا وقضينا عليها قعدنا نعالجها 3 اسابيع والحصان رجع دلوقتي بمكان بيموت. ما شاء الله والله ما شاء يا دكتور ما شاء الله. والحصان رجع دلوقتي ما شاء الله في البطولات ولا في اي حاجه خالص ما شاء الله. ما هي طب ده تخصصي. طيب لما حضرتك بتبعت لي مثلا عينه دم او عينه ستول او يورين او بول او براز طب ما ده مش تخصصي. لا انا عندي هنا طقم كبير جدا هو كل واحد متخصص في حاجه. مين الطقم بقى ده؟ عندي اولا دكتور طارق سيد مسلم ده باحث في معهد تناسليات الهرم والدكتوراه بتاعته في الكلينيكال باثولوجي اللي هو الباثولوجيا الاكلينيكيه اللي هو الهيماتولوجي ابحاث الدم والكيمياء الدم. معانا الدكتور ايهاب علي ده مدرس في المركز القومي للبحوث في الشعبه البيطريه وهو تخصص مايكروبيولوجي برضو لان هو الماسك الشغل بتاع الإلايزا بتاعي بتاع السيرولوجي والحاجات دي. معايا الدكتوره مروه عيد دي دكتوراه في الباراسيتولوجي هي مدرس في الباراسيتولوجي بتاع طفيليات الدم بس. معايا الدكتور محمد رفعت دكتوراه في الباثولوجي في قسم باثولوجي في جامعه القاهره برضه متخصص في العينات اللي هي الاورام والهيستوباثولوجي والحاجات دي. يعني حضرتك بس كمان مش اي حد بيعمل اي حاجه. طبعا لا. طبعا لا ومحدش يتعدى على شغل التاني. يعني حضرتك لما تيجي تسالني في نتيجه في حصل فعلا عينة حضرتك قبل كده قلت لي لا انا هرجع انا استغربت جدا يعني لا لان ما انا هم ما هو وجودهم هو ده الهدف. معايا برضو الدكتورة عائشة علي هي الطقم بقى الجونيور الصغير. الدكتورة عائشة دي اتمرنت في عيادات كتيرة جدا وبتعرف تسحب عينات دم من الكلاب والقطط لأن دي مهم. أنا هنا معمل وفاتح المجال إن يجي لي أونرز فبالتالي مش هينفع أقول له لا روح للدكتور اسحب عينة. لا أنا هنا يعني أقدر أقدم خدمة إن أنا أسحب عينات أو في بعض الاحيان حضرتك بتطلب ان نروح نسحب عينات من المزرعه او من البيت او كذا او كذا. لازم يبقى معايا دكاتره بيطريين كواليفايد ان هم يقدروا يسحبوا ويقدروا يتعاملوا مع الحيوان. ما انا برضو مش هبعت مزبوط. واحد مش خايف من الكلب مظبوط. لا لازم واحد يبقى عنده الموضوع ده مزبوط. دكتوره عائشه الحقيقه في الموضوع ده شغاله كويس جدا. معانا الدكتوره أوجينا سمير هي اللاب تكنولوجيست هي مش بنتك يا دكتور. لا هي اختي وجينا اختي ويعني هي دفعه 2019 ما شاء الله. هي اللاب تكنولوجيست هي اللي بتدير بقى شان الفنيات بتاعه المعمل مزبوط. يعني في الكيتس موجوده بتعمل التكنيكس مظبوط بتنفذ الحاجه وبتتعلم طبعا. معايا برضو الدكتوره مروه محمود دي بقى مش الحقيقه يعني مش بيطريه ولكنها هي مدرس في كليه الاعلام جامعه القاهره بس هي اللي مسؤوله عن الماركتنج والسوشيال ميديا. انا بقول لحضرتك الموضوع مش بيزنس. يعني انت حضرتك بتتكلم في موضوع ايه لو جالك ريت عشان الخساره وعشان المكسب ده كويس. احنا ما حدش فينا فاتح حاجه عشان كده يعني. لا طبعا لكن اما تفتح الحاجه وانت حبيبها وبمزاج دي بتبقى برضو حاجه جميله جدا. انت بتفيد نفسك بتفيد اللي حواليك وبتفيد مهنتك وبتفيد البلد. يا دكتور انا عايز بقى النهارده احنا اتكلمنا عن البيرسونيل احنا عاوزين نتكلم عن اتكلمنا عن الاشخاص خلاص اللي شغالين في هذا الكيان واللي ماسكينه وعرفنا ان هو بيقسمه
كل حاجة أي عينة بتروح للتخصص المثالي اللي موجود وماسكها والدكتور أحمد منظمها. عشان كده أنا عرفت دلوقتي سر نجاحكم معايا. يعني أنا حالاتي عرفت ليه بتطلع كويس الحمد لله، وعشان في ناس زي حضرتك بيعملوا الموضوع ده باحترافية. حضرتك دخلنا بقى في موضوع المعدات. طبعا أنا لو عندي أشخاص كويسين جدا وعندي معدات أي كلام، حضرتك عارف إن ممكن يحصل مشاكل ولا مش هيحصل؟ لا طبعا هيحصل. طبعا. طب قول لي بقى ايه المعدات اللي حضرتك اللي موجوده هنا، وايه الخدمات اللي بتعملها بملخص سريع للمشاهد بحيث ان هو ما يتلخبطش؟ او تمام، هو احنا المعدات نقدر ان احنا نجاوب على السؤال ده من الاخر للاول. ايوه. بمعنى ايه الخدمات اللي انت بتقدمها؟ جميع انواع التحاليل كلها يا دكتور. انت ممكن حضرتك ما تشوفش كل الاجهزه هنا، ولكن احنا بنقدم تحاليل اللي زي البني ادمين بيحتاجوها، صوره دم، وظائف كلى، وظائف كبد، سكر، كوليسترول، دهون، دلالات اورام، هرمونات، طفيليات دم، مزارع بكتيريه، تحليل براز، تحليل بول، يعني كل التحاليل. بلس طبعا التحاليل دي بتخدم عليها الاجهزه، يعني عشان اعمل الكيمياء، وظائف الكلى، وظائف الكبد، لازم يبقى في جهاز للكيمياء. عشان اعمل الهرمونز والحاجات الانفكشوس، التوكسوبلازما، اللايم ديزيز، البوريليا، الليبتوسبايرا، المينرالز، الحاجات دي بتبقى لازم جهاز خاص وكيتس خاصه بيه. عشان اعمل صور الدم بيبقى عندي حاجتين، يا اما اشتغل بجهاز والجهاز ده لازم يبقى عليه سوفت وير للحيوانات، يا اما بشتغل مانيوال. بمعنى الخيول نيفر ان انا اقدر اشتغلها بجهاز نهائي. ليه؟ حضرتك عارف الدم بتاع الخيل، الكرات الدم الحمراء بتعمل حاجه اسمها رولو فورميشن. الرولو فورميشن دي 7-8 خلايا كرات دم حمراء بتتجمع على بعض، لو حطيتها في جهاز هتقيسها خليه واحده. لكن انا بعملها مانيوال، او مش انا، انا شخصيا يعني هو المفترض ان هي تتعمل مانيوال بالايد. ان انا بحط الدم وبعمل دايليوشن وبعمل محاليل على اساس تطلع النتيجه مظبوطه. بلس بقى ان انا بعمل المزارع البكتيريه تحت السيفتي كابينت، زائد ان احنا ده السيفتي كابينت بيتفتح بيعزل اي بكتيريا، يعزل اي بكتيريا. البكتيريا اللي جوه هي بس اللي بتطلع من العينه، ما يسمحش باي تلوث او اي كونتامينيشن. بنشتغل تقنيات متقدمه زي البي سي ار، الإلايزا، في معمل ايجيبت بايولاب. احنا مشتركين، فرعنا الثاني في 6 اكتوبر هناك بيعمل الحاجات بقى الادفانسد ريال تايم بي سي ار. بنعمل بنشتغل بي سي ار، بنشتغل سيكوانسنج، بنشتغل اتش بي ال سي مع الدكتور عبد الباري، في استاذ مساعد في قسم الكيمياء الحيويه معانا في الكليه، والمعامل بتاعته اسمها ايجيبت بايولاب، واحنا فرع بتاعنا الثاني معاه هناك. بص للكاميرا وتدي رساله للدكاتره البيطريين، عشان احنا في الاخر يا دكتور الدكتور البيطري هو اللي بيحرك الاونر، او هو اللي بيحرك صاحب الحيوان. لو هو بقى عنده الثقافه ان هو يروح يحل، انا عارف ان المعامل البشريه تعمل لنا مشاكل جامده، بس احنا لو الدكتور البيطري فهم اللي حضرتك بتقوله. للاسف احنا ما بيكونش فيه توعيه جامده بالحاجات دي. مهم جدا تبين لنا ناس العلماء بتوعنا يبينوا لنا انت يا ابني لازم تعمل دي ليه، وانت يا ولد دي تعمل دي ليه، عشان ده يحصل كذا، الكلام ده كله. فانا عاوز رساله ليهم مختصره جدا، يتعاملوا مع التحاليل بتاعتهم في المعامل البيطريه بس، ليه؟ بشكل مختصر يجمع كل الحديث بتاعنا النهارده. هو الحقيقه الدكاتره البيطريين مش محتاجين يتوصوا الحقيقه، لان هم دلوقتي بقت في ثقافه ان انا مش بس بعمل تحاليل، لا انا بعمل زي ما الكتاب بيقول، الحاله بتجيلي باخد حاله مرضيه، التاريخ للحاله، بعمل فحص عام، بعمل الدايجنوست، بستخدم الدايجنوستيك تولز سواء كان تحاليل بيطريه او اشعه او سونار. الحقيقه انا بس عايز اركز مع الناس، وده اللي بتكلم فيه، وبعمل ايفنتس كتيره مع الدكاتره اصدقائي، يعني ان احنا نركز ان احنا ناخد العينه ازاي. يعني انا دوري ان انا بعمل ايفنتس بحيث ان انا اقول له انت تاخد العينه دي ازاي، وفي نفس الوقت الرقم اما يجي لك هو مش مجرد رقم، الرقم اما يجي لك وراه انتربريتيشن كبير جدا، وده اللي احنا بنحاول نوصله للناس، ونحاول ان احنا حتى في التقارير بتاعتنا ان احنا نقول له والله ده بيبقى عالي في حالات 1-2-3. لازم يعني يتثقفوا كويس، لازم يقروا كويس،
مش هيحصل اي بروجريس ليك الا لما تقرا كتير، الا لما تستخدم الدياجنوستيك تولز اللي حواليك المتاحه حواليك. ماشي يا دكتور، انا طبعا سعدت بلقاء حضرتك، بس انا عاوز حضرتك توعدنا بحاجه كده تبقى للمشاهدين بتوعنا هديه. الهديه دي ان حضرتك ان شاء الله قريبا تعمل لنا محاضره للاطباء البيطريين مجانا، هندعو فيها اللي نقدر ندعو من الاطباء اللي بيشتغلوا في مجال الفيلد، وحضرتك تشرح التحاليل البيطريه مع الناس المختصه اللي حضرتك هتجيبهم، ونعمل ايفنت، عشان انا شايف ان ثقافه التحاليل البيطريه في مصر للاسف منهاره، وانا عاوز تطلع احسن من كده. انا رحت مستشفيات في امريكا وكنت عارف الحصان يعني ما بيدخل عندنا بيتعمل له تحاليل ازاي، الهاندلنج بتاع السامبل ازاي، كل الكلام ده يتعمل ازاي. حضرتك توعدنا بهذا؟ لا ده وعد طبعا، انا اوريدي بعمل الكلام ده على قد ما بقدر. لكن طبعا لو احنا عايزين نعملها قدام الدنيا كلها حاجه جلوبال، انا طبعا طبعا دي مهنتي اصلا على فكره. يعني نشر العلم تبقى صدقه جاريه لحضرتك، ما دي مهنتي. التدريس مهنتي. احنا عايزين ناس زي حضرتك يا فندم يفتحوا في كل محافظات مصر. يا رب. عايزين ناس زي حضرتك يفتحوا في الوطن العربي. عايزين الكلام ده كله. يا ريت. سعدنا بلقاء حضرتك يا فندم، والله يعني فخورين ان عندنا مكان زي ده، وعندنا يخليك. عقليات بهذا المستوى، وعندنا علماء نشيلهم فوق راسنا زي حضرتك. ربنا يخليك. تسلم دكتور حازم. ده كان لقائنا في ليبتوفيت، المعمل اللي موجود في 8 شارع ابراهيم نجيب، برج الصباح، جاردن سيتي. اي حد عنده مشاكل تتعلق بالتحاليل البيطريه، ده معمل انا بعمل له ريفيرل، وانا شايف ان هو النموذج المثالي للمعامل البيطريه التي يجب ان تكون. اشوفكم على خير.